لا يوجد هناك أي عدو للأناكوندا، فهي الحيوان الأقوى على الإطلاق، وسكان الأمازون دائماً ما يكونون حذرين جداً منها لأنها حيوان غدار ومفترس من الدرجة الأولى. وعندما تهجم هذه الأفعى العملاقة على الحيوانات الأخرى، يكون الهجوم مميتاً ورائعاً جداً. هذا ما سنراه في هذا المقطع. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالمقطع إن كنتم تحبون هذه النوعية من الفيديوهات. هيا بنا. واحدة من أجمل المعارك على الإطلاق هي بين الأناكوندا العملاقة والتمساح. هذا ما حدث في هذا المقطع، حيث التقى هذان الاثنان وشنت بينهما معركة أكثر شراسة، وكانت في النهاية لصالح الأناكوندا. استطاعت بالفعل الإمساك بالتمساح بمنتهى القوة، وقامت بالالتفاف عليه حتى تقوم بخنقه، حيث التفت عليه بطريقة أكثر من مرعبة، ما جعل فرصة التمساح للنجاة مستحيلة. في هذا المقطع كانت الأناكوندا قد استطاعت قتل عجل صغير، حيث أنها قامت بخنقه حتى تتناوله، لكن أهل القرية كانوا قد جاءوا مسرعين ليتفاجأوا بما حدث، وقاموا حينها بربط أفعى الأناكوندا. والمفاجأة كانت عندما قاموا بسحبها، حيث انقضت بشكل مخيف على البقرة الكبيرة في محاولة منها للإمساك بها من رأسها، مما جعل البقرة تثور غاضبة جدا لما حدث، وقامت حينها في محاولة للانتقام لعجلها الصغير من أفعى الأناكوندا، حيث قامت بضربها لمرات عديدة بحوافرها. في مقطع آخر تم تصوير أفعى الأناكوندا وهي تهاجم كلباً مسكيناً، كان يحاول الفرار بأي شكل من الأشكال، وقد استطاعت الأناكوندا بالفعل الالتفاف على الكلب بشكل وحشي جداً، حيث استطاعت الإمساك به من رأسه حتى تقوم بخنقه، لكن الكلب لم يستسلم أبداً، وفي لحظة لا تصدق، كان الكلب قد نجح بالفعل من الفرار من هذا المفترس، وبالرغم من أن وضعه كان ميؤوساً منه للغاية، لكن يبدو أنه من المستحيل أن يستطيع النجاة، لذلك كان محظوظاً للغاية. لاحظ القرويون كيف هاجمت الأناكوندا بقرتهم، وكانت الأناكوندا بالفعل حينها قد استطاعت الإمساك بالبقرة والالتفاف عليها لقتلها بشكل سريع، وفي الحقيقة لم يكن هناك فرصة للبقرة حتى تنجو من هذا الهجوم، لكن حمدا لله أن أهل القرية جاءوا في الوقت المناسب، واستطاع أحد الشبان الإمساك بذيل الأناكوندا، وقام بسحبها بقوة كبيرة حتى جعلها تستسلم وتترك البقرة على قيد الحياة. ومن بعد ذلك قام القرويون بالإمساك بالأفعى العملاقة، وتم أخذها بعيدا من المنطقة حتى لا تتعرض الحيوانات الأخرى للهجوم منها. سنشاهد الآن لحظات مدهشة جدا لأكبر أناكوندا على الإطلاق وهي تهاجم أحد الغزلان، حيث استطاعت بالفعل الإمساك بغزال مسكين وقامت بتناوله كاملا وهو لا يزال على قيد الحياة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تتوصلوا بكل ما هو جديد يوميا. إلى اللقاء. المعركة بدأت في الماء. إن كانت هذه زيارتك الأولى لقناتنا كن قوياً، فلا تبخل علينا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً منكم لنا لتقديم المزيد. صراع التماسيح المفترسة وأخطر الأفاعي في العالم.
فكلاهما يفضل أن يعيشا في الماء. التمساح بفكيه وأسنانه الحادة أكبر أنواع الزواحف وأشدها رهبة. التماسيح تقضي أكثر وقتها رابضة في الماء بسكون، ولكن عند اقتراب الفريسة تسبح بقوة. تمساح شجاع يهاجم أفعى عملاقة وجها لوجه. انقض التمساح على الأفعى فلاذت بالفرار ظنا منها أنها قد نجت، ولكن التماسيح تستطيع مهاجمة أي فريسة بفضل أعضاء استشعار على وجوهها تمكنها الإحساس بأقل تموج في المياه، وما أن يدخل شيء إلى الماء حتى تقوم بتنبيهه أن وجبته القادمة قد لا تكون بعيدة المنال. انقض التمساح على الأفعى فكانت بين أشرس فكين في ثوان معدودة، ونجح التمساح في القضاء على فريسته. اليغور حيوان لاحم وصياد انتهازي، يقتات على أنواع وضروب مختلفة من الحيوانات. تمساح جائع يتربص بحيوان اليغور ظنا منه أنه قد يكون فريسة سهلة. يعتبر اليغور مفترسا فائقا في جميع أنحاء موطنه، أي أنه يقع على قمة السلسلة الغذائية، ولكن التمساح الجائع يحاول اصطياد اليغور على ضفاف النهر، وينجح اليغور في الهروب من أقوى المفترسات. يشتق اسم يغور باللغة العربية من الاسم البرتغالي للحيوان جاغوار. يتشابه اليغور والنمر بشكل كبير في مظهرهما الخارجي. حيوان اليغور يحاول سرقة طعام التماسيح، ولكن التماسيح تدافع بشجاعة. اليغور الجائع يحاول مرة أخرى انتزاع الطعام من بين أنياب التماسيح المفترسة، ولكن باءت محاولاته بالفشل، فالتماسيح من أشرس الحيوانات على كوكب الأرض. النمر الأسود وأقوى الصراعات مع ثعبان الأناكوندا العملاق. ثعبان الأناكوندا يعتبر أكبر الثعابين في العالم. لا يوجد ثعبان في العالم يضاهي الأناكوندا في الوزن، فيمكن لأضخم أنواعها أن تنمو لتصل إلى طول 8 أمتار ووزن 200 كيلوغرام. النمر الأسود يقفز في الماء لمواجهة الأناكوندا العملاقة. عينا الأناكوندا وفتحتا الأنف تقعان في الجزء العلوي من رأسها لكي تتمكن من التنفس ورؤية فريستها أثناء غوصها تحت الماء. النمر الأسود يحاول التغلب على فريسته، ولكن الأفعى العملاقة لن تستسلم بسهولة. يحاول النمر سحب فريسته خارج الماء للسيطرة عليها، ولكنه يلاقي مقاومة فتاكة من أقوى الأفاعي على وجه الأرض، الأناكوندا العملاقة. النمر يحاول بكل ما أوتي من قوة السيطرة على فريسته، ولكن حجم ثعبان الأناكوندا وضخامتها قد تكون عائقا أمامه. والأناكوندا ثعبان غير سام، ولكن تقضي على فرائسها بالضم والضغط على الجسم حتى يتفتت عظامها وتنفجر عروقها، وهذا بفضل جسمها الطويل وهيكلها العظمي المميز، حيث تتراوح فقراتها من 200 إلى 400 فقرة تساعدها على الحركة والعصر والسباحة. النمر الأسود قد يكون عرضة لهجمات الأفاعي العملاقة. النمر الأسود هو من الحيوانات الآكلة للحوم بشكل كبير، فهو الأكثر رعبا وقوة، حيث أنه موجود في جميع أنحاء البيئة الطبيعية، وهو يلجأ إلى الصيد في ظل الظلام، ويساعده في ذلك الفراء الأسود. النمر الأسود هو من الحيوانات الذكية بشكل لا يصدق، كما أنها أيضا تتسم بالرشاقة التي لا نجد لها مثيل عند أي من الحيوانات الأخرى. النمر يتسم بطباعه الهادئة
كما أنه يتمكن من التخفي من خلال فرائه البني الداكن، كما أنها غير مرئية في الظلام. تمتاز الأسود بالشجاعة والقوة والمهارة في المطاردة وصيد الفرائس، ولكن وحيد القرن واحد من أضخم الحيوانات في العالم وأكثرها عدوانية وشراسة. لذلك يجب على الأسود توخي الحذر عند الإقدام على مهاجمته أو حتى الاقتراب منه. ومع ذلك تبقى محاولات الأسود للقضاء على هذه الحيوانات الضخمة نادرة جدا، وأغلب هذه المحاولات تنتهي بالفشل. ليس هذا فقط، بل قد يمتد الأمر لإصابة الأسود بجروح خطيرة قد تقضي عليها، وقد ينجح وحيد القرن في مقاومة زمرة الأسود التي تحاول الهجوم عليه، فبنيته القوية وضخامة حجمه قد تجعله فريسة صعبة المنال. صراع الأسود والقرود ومواجهات لا تنتهي. عندما تشتد حرارة الطقس تلجأ الحيوانات للحصول على حصتها اليومية من الماء. تفزع القرود عند رؤية اللبؤة وتلجأ للاختباء من المخاطر. اللبؤة في أقوى المواجهات مع القرود البرية. اللبؤة صيادة ماهرة لها استراتيجيتها الخاصة في صيد فرائسها، ولكن القرود أمهر الكائنات الحية في تسلق الأشجار والهروب من المخاطر. تحاول اللبؤة تسلق الأشجار للحفاظ على كبريائها ونيل فريستها، ولكن قد لا تنجح في ذلك. اللبؤة تحاول النيل من فريستها بتكرار محاولة تسلق الأشجار، ولكن محاولاتها قد باءت بالفشل. عندما تقترب الحيوانات البرية من الماء فالتماسيح أكبر تهديد لها. حيوانات برية تحاول الحصول على حصتها اليومية من الماء، ولكن التماسيح المفترسة تتربص بالفرائس. ينقض التمساح على فريسته على ضفاف البحيرة لعله يحصل على وجبته اليومية. تحاول الفريسة الإفلات والنجاة من بين أنياب أقوى المفترسات في عالم الحيوان، ولكن قوة أنياب التماسيح لها الغلبة، ونجح التمساح في الحصول على فريسته. نظرا للحجم الكبير للكلاب البرية وتواجدهم دائما في مجموعات، لا يتهددهم الكثير من الأخطار من الحيوانات المفترسة في المناطق التي يعيشون فيها، وتعد التماسيح إحدى هذه المخاطر. والكلاب البرية من أكلة اللحوم، وعادة ما تصطاد فرائسها في مجموعات وتتغذى على الثدييات. والكلاب حيوانات شجاعة وقوية تكمن قوتها في كثرة أعدادها. مجموعة من الكلاب البرية تقوم بمهاجمة تمساح، وتستطيع الكلاب البرية مطاردة فرائسها لفترات طويلة، حيث تستمر في المطاردة لعدة كيلومترات بنفس سرعتها. تتكون المجموعة الواحدة من الكلاب البرية عادة من 10 إلى 30 فردا، وتلك الجماعات لديها قواعد صارمة يسير عليها أفراد الجماعة، وتتواصل الكلاب البرية مع بعضها البعض عن طريق اللمس والحركة والصوت. وتنشط الكلاب البرية عامة بعد الفجر والشروق. إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا منكم لنا لتقديم المزيد، وشكرا لكم.
الأنكوندا.